النص الأول هو نص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب. هذا النص الدستوري يعكس حقيقة واقعة للمجتمع العراقي. أستاذ دكتور دكتور متعدد القوميات، نعم. البعض يقول نعم. أن الداعمين لقانون تعديل الأحوال الشخصية يريد العراق يصير دولة إسلامية، وهذا يتعارض مع مصطلح متعدد القوميات. كيف تقرأ هذا الموضوع قانونيا؟ أعود إلى الدستور أختي العزيزة، وأنا أتحدث من الجانب القانوني، وأقول أن هذا الدستور عندما تم وضعه قام على أساس معيارين أساسيين، وهو يرجع في تشريع أي قانون إلى نص المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور حددت طبيعة القوانين التي يجب أن تشرع. يجب أن تشرع القوانين على أساس معيارين أساسيين. المعيار الأول وهو أنه ألف في المادة الثانية لا يجوز سن قانون يتعارض مع ضوابط أحكام الإسلام. فإذا لا يجوز سن قانون يتعارض مع ضوابط أحكام الإسلام. لكن ما نتمسك إحنا بهذا المحدد فقط ونقول أنه يجب أنه يشرع القوانين بما لا يتعارض مع ضوابط الإسلام فقط، لأن عندنا محدد آخر أختي العزيزة في الدستور، وهو أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. فطبيعة الدستور العراقي ليس دستورا إسلاميا صرفا،